رجعنا لكم وفقرتكم المحببة ريمونتادا. قبل ما نتكلم في أي حاجة، إحنا هنا مش بنهاجم شيكابالا لأن إحنا ما عندناش مشاكل شخصية مع أي لاعبين، ومش خايفين من حد زي ما اتقال إن إحنا بنتكلم لأن في تخوف من لاعب. أولا إحنا عندنا حجة منطقية تخلينا نتكلم، وهي العقوبة اللي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللاعب، وزي ما بيتقال البينة على من ادعى، وطالما في عقوبة يبقى في واقعة استحقت العقوبة. عايزين كمان نتكلم في حاجة مختلفة، المنافس بيتناول لاعبينا. اتقال على مجدي أفشة انه هو لاعب كان عنده مشاكل مع المديرين الفنيين ومش افضل لاعب. حسين الشحات تم الحديث عن سعر اللاعب وعن مشاكل كتير، انما احنا لما نيجي نستعرض حاجة تخص تصرف لازم نقف عنده، يبقى النادي الاهلي بيبدأ ان هو يهاجم لاعبيه. لا بيهاجم ايه، هو الوضع واضح جدا. شيكابالا راح لجماهير نادي الزمالك وتم ذكر النادي الاهلي او التطاول على النادي الاهلي. خلونا نشوف الفيديو عشان نتكلم بعد الاول، لكن نشوف فيديو شيكابالا الاول الواقع ونرجع تاني. البعض بيدعي بعد ما شاف الفيديو ده ان شيكابالا ما فتحش بقه، وده كلام حقيقي، لكن عايز اقول لك حاجه، في حاجه اسمها مثير بيلزمه استجابه، لما قرر المثير هتجيلي نفس الاستجابه، فاعمل مثير مره ثالثه تجيلي نفس الاستجابه، اكيد لما اعمل مثير للمره الرابعه اوعى عقلك يوديك ان في استجابه ثانيه هتجيلك، يعني انا دلوقتي داخل بقول لك السلام عليكم. السلام عليكم، السلام عليكم، مره هرفع ايدي كده هتبقى فاهم، هتقول لي عليكم السلام او هترد عليا التحيه. ده بالظبط اللي حصل شيكابالا وهو رايح لمدرجات نادي الزمالك وهو بيقود نادي الزمالك، لان البعض بيقول عمل كده خد 25000 جنيه وعمل كده خد 25000 جنيه غرامه. لا، هو رايح يعمل كده عشان يوصل جماهير نادي الزمالك اللي هي تهتف الهتاف ده، وده له تاريخ مع كابتن شيكابالا. تعالوا نشوف تاريخ كابتن شيكابالا مع مدرجات نادي الزمالك ونرجع تاني. كويس جدا اخر فيديو ده، شيكابالا عمل كده وعمل كده ورقص، اشتغل جمهور نادي الزمالك لوحده، واعتقد بقى واضح جدا المثير بيتبعه نفس الاستجابه، واعتقد ان عقوبه شيكابالا كانت تستحق اكثر من ذلك، وما فعله شيكابالا في نهائي الكاس هو اهانه لجماهير النادي الاهلي من قبل جماهير نادي الزمالك، على ان بعض الناس قالوا لو في تحريض، اعتقد كده وكده ده واضح جدا ان هو تحريض على جماهير من جماهير نادي الزمالك على جماهير النادي الاهلي. احمد احنا بنخاطب عقول بتحترمنا، كل مرة شيكابالا بيعمل فيها نفس الفعل هو عارف الرد اللي هيحصل بالزبط. كل مرة شيكابالا بيروح للجمهور وعارف ان الهتاف ده بينساق اليه، واحيانا زي ما شفنا في الفيديوهات كان شيكابالا هو اللي بيقود الجمهور للهتاف ده. ما ينفعش نيجي نتكلم عن واقعة علي خليل وبنتكلم باستشهاد بوقائع اخلاقية في الزمالك ان احنا ولاعيب اعترف بحاجة او هدف دخل او هدف ما دخلش وسوابق احنا بنقول ان هي اخلاقية او بنسمنها، ونيجي بعد كده يا احمد نتكلم ان الموضوع ده ان الاهلي عامل مشكلة من ما فيش، احنا خايفين من شيكابالا فبنتكلم عن شيكابالا. احنا بالعكس، دي واقعة مرفوضة يا احمد، ودي اساءة للنادي الاهلي متعمدة. وبس عشان نقول حاجة، بيتم الاستشهاد بوقائع للنادي الاهلي، احنا عايزين نقول اي حاجة بغض النظر عن سياق الوقائع المختلف تماما، اي لاعب يشارك في واقعة زي دي هو عمل مرفوض قولا وفعلا وبشكل واضح، وما ينفعش حد يدافع عنه. واحنا بنقول برضو ان ده اللي ادى لان شيكابالا باعترافاتكم ان هو مسيرته تعطلت كتير جدا لان انتوا شجعتوا الافعال دي. ما ينفعش مقدم في قناه النادي او برنامج نادي الزمالك يطلع يتكلم في فكره ان شيكابالا لولا الدلع كان زمانه في مكان تاني. ايوه احنا بنقول معاك، بس ده مش جزء من الدلع. لا، احنا لازم نقول ان دي وقائع مرفوضه ولازم نرفضها، ولو انت بتخاف على اللاعب بتاعك هتكون اول واحد ترفضها، لان الواقعه بتتكرر باشكال مختلفه وفي اوقات مختلفه يا احمد.
بالتأكيد يا فارس، وأعتقد أن بالفعل بعض الأصوات العاقلة داخل نادي الزمالك أو مدربين نادي الزمالك أقروا بالفكرة أن شيكابالا هو نفسه مشكلته شيكابالا، ده ردا على بعض الإعلاميين اللي بيقولوا أن شيكابالا ضحية الإعلام الآخر وجماهير المنافسة والكلام ده كله. الكلام ده ما بيحصلش بالفعل. شيكابالا أنا مشفق عليه، لأن بالفعل أنا مش حابب أن أنا أشوف شيكابالا في 2009 و2019 نفس العقلية ونفس فكر شيكابالا. فأعتقد يا فارس المفروض حد بيحب شيكابالا، وأعتقد جمهور نادي الزمالك بيحب شيكابالا والمسؤولين في نادي الزمالك بيحبوا شيكابالا، يقولوا شيكابالا ده غلط. أحمد أنا هسألك سؤال واضح وصريح، لو كان شيكابالا لاعبا في النادي الأهلي هل تعتقد أنه كان هيبقى بيكرر وقع من حوالي 9 سنين لسه بتتكرر بنفس المشهد فيها إساءة للمنافس، وكان هيفضل على مدار السنوات يعمل نفس الوقع دون أن تنتهي هذه الفعلة؟ مستحيل مستحيل. عايزين نشوف فيديو لو كان اتحقق لكان تغير تماما مصير شيكابالا. نطلع الفيديو. يمكن أن كان هيبقى ممكن يكون أكبر من عرض نادي الزمالك في القيمة المالية. النادي الاهلي بس اللي في مصر اللي فاضى، وكان في سمعنا طلع الجيش وقضاء الجيش داخل في الموضوع، بس الاهلي حسم الصفقه وانت خلاص مضيت مع الاهلي عقد نهائي لمده قد ايه؟ وبقيمه ماليه اللي هي 600,000 يورو؟ خلاص هم المفروض عايزين يدفعوا 600,000 يورو للنادي، بس لحد دلوقتي ما اعرفش هيدفعوا كام بقى بعد ما ودينا الورق للفيفا، ما اعرفش هندفع قد ايه، بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود في الاهلي ان شاء الله. طبعا شيكابالا مع الزمالك لاعب محبوب جدا، جمهور الزمالك بيفخر بيه وده شيء حقهم، ولكن ان انت تمس النادي الاهلي اعتقد لازم نقول ده غلط من الزملكاويه قبل الاهلاويه. بالتاكيد يا فارس، وربما كان القرار الصائب لو كان خد شيكابالا كان هيبقى في مصلحه شيكابالا، اما النادي الاهلي عنده نجومه ولا يتاثر بلاعب سواء انضم ليه او لم ينضم ليه. اما مشكله شيكابالا لبعض من يروج ان احنا عاملين حمله ضد شيكابالا عشان خايفين من شيكابالا انه يلعب ماتش الاهلي والزمالك السوبر الجاي او كلام من هذا القبيل، وان احنا لما بنلاقي شيكابالا فايق بنوقعه، لا، الكلام ده بيحصل من شيكابالا نفسه باعتراف مدربه الكابتن سامي الشيشيني. تعالوا نسمع الكابتن سامي الشيشيني قال ايه عن شيكابالا ونرجع تاني. طب هي مشكله شيكابالا في مين؟ شيكابالا بس مش في حد تاني. هل انت انا شيكابالا معاشره ان انا انت عارف شيكابالا انا موجود في نادي الزمالك، كنت لعيب وايه بيت مدرب وشغال في نادي الزمالك على طول وشغال معايا واتدرب معايا فترات كبيره. هي مشكله شيكابالا في شيكابالا. شيكابالا من افضل اللعيبه جت في تاريخ مصر مهاريا، ما حدش عاش خلال الفتره اللي فاتت بالمهاره دي، انا ما شفتش حد بالمهاره دي خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. فالنهارده شيكابالا ما تيجي تلاقي لعيب عنده 18 19 سنه بيحترف بره في اليونان، وفي نفس الوقت انت شايفه من اعظم اللعيبه اللي عندها مهاره، من اعظم اللعيبه اللي ممكن تصنع الفارق مع اي فرقه، فبالتالي كل فتره تلاقي في مشكله لشيكابالا، فيبعد فتره لورا تبدا شيكابالا يخش في تحدي جديد. بس حلو السلوجان اللي انت عملته، مشكله شيكابالا شيكابالا حتى ان كل الناس هتقف جنبه. انت عايز تقنعني ان جمهور الزمالك ما بيعشقش شيكابالا؟ عايز تقنعني بكده؟ مستحيل. والنهارده عايز تقنعني ان كلنا احنا كمدربين وكناس عشاق نادي الزمالك او دربنا او الكلام ده كله مش عايزين نقف جنبه؟ كلنا عايزين نقف جنبه، لكن مشكلته فيه هو. انا مسكته فتره من فترات مع مستر دوكاستال، عمل كام مشكله ملهاش لازمه، مسكته. ما انا بقول لك سنه 2009 ضرب معايا 6 اشهر. اعتقد مفيش اوضح من التصريح ده لمن يدعي ان جماهير النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي عايز يوقع شيكابالا. الراجل ده دربه كابتن سامي الشيشيني وقال فجاه كده عمل لنا مشكله من غير مشكله. اما اللي بيتكلم عن فكره ان احنا خايفين من شيكابالا، اعتقد ارقام شيكابالا قدام النادي الاهلي ما تخوفناش ابدا. بص يا احمد، احنا عايزين نتكلم من الجانب الفني، سيكولوجيه وعقليه شيكابالا في فكره ابطال عالمين. احنا اللاعب بيقيم اما فرديا او على مستوى البطولات، عارف الحجه مقدما هتقول لي اصل على مستوى البطولات ممكن لاعب يجي يقعد دكه في النادي الاهلي، وطبعا دي حاجه عظيمه للنادي الاهلي، وياخد بطولات اكتر من لاعب عنده موهبه كبيره جدا. طب هنتكلم بقى نقيم ازاي، ما حط لنا حاجه نقيم بيها. هنتكلم على المستوى الفردي. على المستوى الفردي شيكابالا مع نادي الزمالك في 18 مباراه امام النادي الاهلي 10 هزائم، 5 تعادلات، 3 فوز، هدف واحد بس سجله قدام النادي الاهلي. هنيجي لمؤمن زكريا اللي اتعمدنا دعما ليه ان النهارده تكون المقارنه معاه، ولو ان في لعيبه تانية ارقامهم مع شيكابالا لا تقارن والمقارنه هتبقى دخلت في جانب تاني خالص. يعني مؤمن زكريا 10 مباريات، 6 فوز، 2 تعادل، 2 هزيمه، 5 اهداف.
سهل جدا لو بنفس المنطق، لا مؤمن يقدر يقول ابطال على مين كويس قوي. فالموضوع يا جماعه مش فكره ان احنا نسيء لبعض، لازم الاساءه تتوقف من الجانبين، ولكن احنا لما بنقول الكلام ده والله لو انتوا وعيتوا الكلام ده هتكتشفوا ان احنا احرص منكم على شيكابالا بتوجيه النقد ده ليه. ولو شيكابالا التزم يا احمد نتيجه الكلام ده والله العظيم هيكون انعكاس ده على شيكابالا كمردود فني اكبر بكتير جدا من ان انا اطلع عنفي واقول انتوا خايفين من شيكابالا وشيكابالا ما عملش حاجه.